شيخ لاعب لغايه دلوقتي مصر المقاصه، اللي هو محمد عبد السلام قال لي لغايه دلوقتي ما لسه هنجتمع بعد ماتش المقاصه وبتروجيت، وانا عارف ان هو خلاص في الاهلي والامور تمام. ورغبه احمد قالت ان هو يعني هو قال لي قبل كده ان هو عايز يلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كمان يعني مخلص خلاص ومتفق مع نادي مصر المقاصه. ازيك يا احمد؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. يا احمد يا شيخ، ما انا مش كلمنا بعض في رمضان على الهوا وقلت لك يا احمد يا شيخ هتروح الاهلي، قلت لي لا انا هقعد في المقاصه. يا احمد يا شيخ انت مش هتروح الزمالك، قلت لي اه انا مش شايف ان انا اكمل في المقاصه. حفظنا بقى حركات لعيبه الكوره خلاص يا شيخ. لا والله يا كابتن، انا فعلا لما قلت لحضرتك كده انا ما كنتش بكذب عليك. انا فعلا ده اللي حصل بعد. بص يا احمد، يعني خلينا صرحه مع بعض، انت لعيب محترم. لا انا صريح الحمد لله، انا ما بعرفش اكذب. اللي انت ساعتها ترفض تروح الزمالك برضه نادي كبير، يبقى اكيد كان موضوع الاهلي خلصان والنادي الاهلي مخلص معاك. ما اصل ما فيش حد عاقل يقول لك ايه ان احمد الشيخ جاي له الزمالك وهيدفعه مبلغ كبير جدا، واحمد الشيخ يقول لك لا انا بعد ما مضى في الزمالك انا هقعد في المقاصه وما يكونش هيروح النادي الاهلي. ما الموضوع كان باين من ساعتها يعني. لا بص يا كابتن كريم، انا بقول لحضرتك برضه لازم الناس تعرف حاجه، انا ما اقدرش اركض نادي الزمالك. انا بحترم نادي الزمالك طبعا، كان كبير انا بحترمه جدا وبحترم جماهيره جدا، فانا ما رفضتش ولا هقدر ارفض نادي الزمالك، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ضايقني، في مواقف كتير حصلت في الموضوع من قبل ما انا امضي في نادي الزمالك. لما الناس كلموني الموضوع كان فيه يعني عارف حضرتك اللي هو مش في مصداقيه في الكلام، وكان الناس وعدوني بحاجات وما يعني اخلاقوا بيها وحاجات كتير كتير كده في الموضوع دي، خلت الواحد انا شخصيا انا اتضايقت. انت قلت لي الموضوع ده قبل كده، انت قلت لي قبل كده بالظبط. طيب يا كابتن، هو خلينا في الجديد بقى، خلينا في الجديد وفي اللي هيحصل ان شاء الله في المستقبل. يعني خلينا في المستقبل ان شاء الله. قول لي دلوقتي انت خلاص موضوعك انتهى مع النادي الاهلي؟ لا هو لحد النهارده لسه. سيبك من رسمي يعني الموضوع خلاص اتفقته والنادي الاهلي هيخلص فيك مع المقصه وهيدفع لك الفلوس. انت انا عرفت ان انت هتتنزل من مستحقاتك في النادي الاهلي 2.5 مليون، هينضافوا ل 6 مليون هيطلعوا من النادي الاهلي، وهتنتقل النادي الاهلي بعد ماتش المقصه وبتروجيت. اصلا الموضوع معروف، مش محتاجه ان يبقى فيه هو سرية. كل ده صحيح، هو كل ده فعلا صحيح، لكن لسه محمد عبد السلام لسه ومجلس الاداره لسه ما اتخذوش قرار نهائي. اللي انا سمعته ان هو هيبقى بعد المباراه اللي عندنا ان شاء الله في كاس مصر. ايوه ان شاء الله ده يعني القرار. هي الماتش امتى؟ مش يوم 3/8؟ يوم الثلاث. لا يوم 4/4 يعني يوم الثلاث. بس ان شاء الله اللي فيه خير يقدمه ربنا باذن الله. عايز تقول حاجه ما حدش يعرفها؟ حد نسب لك تصريحات؟ حد اتهمك اتهام؟ عايز توضح حاجه؟ اتفضل. يعني انا الفتره اللي فاتت دي انا ولا كنت بكتب اي حاجه على الفيسبوك او اي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كنت بتكلم مع اي صحفيين او اي قنوات تخص اي حاجه، ولا كنت بتكلم في اي حاجه اصلا. انا فوجئت ان بيتقال كلام على لساني كتير جدا، زعل الناس مني. الله اعلم بيكون يعني بيعملوا لي كده، بيبقى ليهم برضو هدف، فانا دي حاجات بتضايقني. وناس برضو يعني ناس كبيره اعلاميه كبيره كانت بتتكلم في حقي مش كويس، بس انا اعذرهم برضو، لان الكلام كان بيوصل لهم ان انا بتكلم بصوره وحشه على نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك. انما انا عمري ما هقدر اتكلم على نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك مهما حصل. انا بحترم الناس كلها، والناس كلها على راسي من فوق مهما اتقال عليا يعني. بس انا دي يعني الحاجه اللي بتضايقني ان حد يقول على لساني كلام انا ما قلتوش يعني. طيب انا أحمد، مش عارف ايه الاستفاده يعني. ماشي. انت وقعت على عقد اللي هو من شهر 12 لما انت قلت لي المره فاتت في التليفون. وقعت على حاجه تانية للزمالك عشان الزمالك لا بيهدد لا لا خالص. بيهدد لا بايقافك يعني. فيعني هل في حاجه تانية؟ لا 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 والله يا كابتن، انا هو العقد بس اللي وقعت عليه وبس يعني. وده يعتبر دلوقتي لاغي خلاص، ان تاريخه انتهى. ده بناء على كلام. امال الزمالك بيهدد اللي هم هيوقفك ليه؟ اكيد في حاجه تانية انت موقع عليها، نادي المقاصه موقع فيه رغبه في حاجه، ولا هي دي بس؟ لا لا خالص والله يا كابتن خالص. يعني مفيش مشكله قانونيه في انتقالك للاهلي ان شاء الله باذن الله. تمام. تتمنى بقى تعمل ايه مع النادي الاهلي لما تنتقل اليه؟ يعني مين مثلك الاعلى يا احمد في الكوره؟ يعني اكيد ليك طموحات كبيره تحققها في النادي الاهلي. انت بتسيب مصر مقصه وبتروح نادي كبير اللي هو النادي الاهلي كده.
لا ان شاء الله يعني اذا ربنا اراد والموضوع كمل على خير باذن الله. طبعا اتمنى ان يعني انا اصلا طموحاتي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي, دي حاجه كبيره وشرف لاي حد. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون في النادي الاهلي, اعمل اسم لنفسي واعمل تاريخ لنفسي, ان دي مش حاجه قليله انك تبقى موجود في النادي الاهلي مع اللعيبه الكبار اللي موجوده واداره النادي وجماهير النادي, دي حاجة في حد ذاتها كبيرة جدا لأي لاعب. فطبعا الطموحات بتبقى تختلف تماما عن أندية مصر, طبعا ليها الاحترام كلها, إنما الطموحات بتبقى في بطولات تتمنى إن أنت تشارك فيها, تتمنى إن أنت تاخدها, تسعد جماهير كتيرة أوي في مصر وبره مصر, فدي بتبقى ضغط برضو على الواحد. بس الواحد بيتمنى ان شاء الله ان يعني يحقق بطولات مع النادي الاهلي باذن الله. عندك معلومه ان كان النادي الاهلي مستني برضو ان تريزيجيه يحترف عشان يخلص موضوعك بشكل نهائي؟ لا ما اعتقدش يا كابتن, ما كانش عندك لا المعلومة. مش عارف لا. شايف النادي الاهلي تحت وليد سليمان اللي هو تحت الحته اللي تحت الفراوده, وليد سليمان, عبد الله السعيد, رمضان صبحي, تريزيجيه, مؤمن زكريا, لعيبه جامده جدا, شايف الزحمه اللي وفي محمد حمدي زكي وفي كمان صالح جمعه هيلعب هاف ديفندر, شايف الدنيا زحمه كده ولعيبه كلها جامده, احمد الشيخ هيبقى عامل ازاي في الفرقه دي او في الزحمه اللي موجوده تحت الفراوده؟ والله يا كابتن كريم كل اللي حضرتك قلت عليهم دول طبعا لعيبه كبار وانا بحترمهم جدا, انما الحاجه زي كده بتبقى لصالح الفريق او اولا. أيوه. لما يكون عندك في المركز ده واحد واثنين وثلاثه, اهم حاجه مصلحه الفريق واما مشكله اللعب دي فانا سايب على ربنا, الواحد هيجتهد ويتمرن كويس وباذن الله الواحد يتعب ان شاء الله ولازم يحجز مكان ان شاء الله في الفريق باذن الله. اكيد يا احمد انت لعيب مميز ويعني الف مبروك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه وتمتعنا كده دايما بكره حلوه زي ما انت معودنا الفتره. ربنا يخلي حضرتك يا رب, ربنا يخليك. بشكرك يا احمد وبالتوفيق ليك ان شاء الله. وعايز اقول حاجه بس يا جماعه,